خلينا نبتدي كده، والمفروض النقاش مفتوح بشكل كامل عن كل ما يخص التسعير، عن كل ما يخص التسعير، يعني أي حاجة ليها علاقة بالتسعير إحنا المفروض هنتكلم فيها وهنتناقش عنها علشان نحاول نحدد نقطة التسعير، وده الموضوع اللي المفروض إن إحنا خلاص اتفقنا عليه في الجروب إن إحنا هنتكلم فيه النهاردة، وقلنا هنتناقش فيه بشكل كامل. طيب خلينا كده نشوف موضوع التسعير ده، والمفروض أصلاً طريقة التسعير بتمشي إزاي، وفكرة عامة كده. وكالعادة إحنا بنتكلم في المواضيع بشكل مبسط، وبنحاول ما نخشش في اكسبريشنز أو يعني مصطلحات وتعقيدات وطرق مختلفة علشان نقدر إن إحنا نوصل معلومة بأسهل طريقة ممكنة. طيب خلينا كده نتكلم عن التسعير ونقول يعني إيه أصلاً تسعير، أو التسعير ده هل هو من خصوصيات الماركتير ولا لأ؟ طيب خلينا نقول إن إحنا علشان نشتغل على التسعير إيه اللي بيحصل؟ أو إيه العواميد الأساسية للتسعير؟ وبناءً عليه هيبان لنا هل الحاجات دي ليها علاقة أصلاً بتاع التسويق ولا لأ؟ ولو هي ليها علاقة يبقى هو ليه في التسعير أو بيشتغل على التسعير، ولو هو ملهوش علاقة بيشتغلش على التسعير. طيب تعال كده نقول الأساسيات، تمام، اللي بيقوم عليها التسعير. أنا لما هاجي أسعر منتج أو هسعر سيرفيس، المفروض السيرفيس أو البرودكت ده بيتسعر على أساس إيه؟ يعني هل في أساسيات بيتسعر عليها؟ في أساسيات بنبتدي إن إحنا على أساسها نحط التسعير، وفي قيم أساسية بنراعيها وإحنا بنسعر، تمام؟ طيب لو إحنا المفروض هنبتدي نحدد أسعار منتجات أو خدمات، المفروض ده بيتبني بناءً على إيه؟ أولاً لازم أحط في بالي التكاليف، تمام؟ التكاليف اللي أنا ببني بيها أو كل التكاليف اللي أنا بحطها. أحياناً التكاليف هنا بتنقسم لتكاليف كلية، تمام؟ وتكاليف تسويق. خلينا نقول إن في تكاليف تسويق وفي تكاليف كلية. طب ليه أنا قسمتها بالطريقة دي أو وضحتها بالطريقة دي؟ لأن المفروض أو اللي بيحصل في الماركت، لو أنا شركة ناشئة أو أنا شركة ببتدي أبيع برودكت بشكل قليل أو لسه بستارت، بلاقي الستارت أب أو اللي لسه بيسعر أو لسه في بداية موضوع التسعير، وهو علشان يحدد الريفينيو بتاعه أو يبتدي يحدد شكل التسعير بتاعه علشان يحدد الانكم والكلام ده، يجي بيبتدي من نقطة التكاليف. طب نقطة التكاليف هنا بيبتديها ازاي؟ بيحط كل التكاليف اللي اشتغل عليها، سواء هو تكاليف نقل أو شحن أو تكاليف المنتجات الخام أو تكاليف العمالة وكل التكاليف أو المصاريف اللي صرفها، وبينسى تماما يحط تكاليف التسويق، بينسى يحط مش عارف إن هو لما هيجي يشتغل وماركت لي البرودكت اللي يبتدي يشتغل عليه إن هو هيصرف فلوس المفروض يحطها في التكاليف علشان إن هو يطلع المنتج بتاعه. طب هل التكاليف بتاعت التسويق دي ممكن تطلع من الأرباح؟ في شركات تانية أو طريقة تانية، خلينا نقول استراتيجي تانية مختلفة، إن أنا بحط تكاليف التسويق في الأرباح. يعني إيه بحط تكاليف التسويق في الأرباح؟ يعني أنا بقول التكاليف مثلا إجمالي القطعة اللي أنا عامل لها تكلفها مثلا بخمسة جنيه، والمفروض إن أنا هبيعها بخمسة جنيه تانية، تمام، علشان تديني في الاخر 10 جنيه. طيب انا دلوقتي صرفت في المنتج ده او الخدمة دي صرفت فيها 3 جنيه، تمام، فببتدي اقول ان انا 3 جنيه دي ببتدي احطها من المصاريف. لما انا احطها من المصاريف، انا لما جبت المنتج او خلصت التكاليف بتاعته على 5 جنيه وبعته ب 10 جنيه، يبقى انا اجمالي كسبان 5 جنيه. طيب لما انا هاجي ارجع اشتغل عشان ابيعه واصرف 3 جنيه، يبقى انا بودي المفروض المكسب بتاعي في الاخر ليه المفروض كام؟ المفروض 2 جنيه، المفروض 2 جنيه، تمام؟ فدي طريقة بسيطة في حتة التسعير، في حتة ايه؟ او مش التسعير، سوري، التكاليف. انا لما باجي احدد التكاليف احيانا
باجي اقول طيب تعالى كده نشوف في طريقه تانيه، او في طريقه تانيه اقدر ان انا احط بيها التسعير ده، او ابتدي اشتغل على حته التسعير دي او في النقطه دي بتاعت التكاليف. ممكن اشتغل على ايه؟ بدل ما انا اقول 5 تكاليف و5 جنيه مكسب، ولما هشتغل تسويق تعالى كده نوضحها بالكلام، 5 جنيه تكاليف تمام و5 جنيه مكسب تمام، او الانكم، والمفروض مثلا ان انا هبيع تمام، هبيع تمام بكام؟ ب 10 تمام. يبقى في الاخر، في الاخر هكسب كام؟ 5، لان انا حاطط اصلا المكسب بتاعي هكسب 5 تمام. طيب دي طريقه. طيب لو انا جيت بقى في الاخر ممكن احسبها بطريقه تانيه. طيب خلينا كده نقول قبل ما انا هكسب 5 تمام، هطلع من المكسب 3 تمام، طلع من المكسب خلاص ال هطلع، ثانية كده معلش عشان في كده تمام، هطلع من المكسب بتاعي تمام، هطلع من المكسب بتاعي المفروض كام؟ هطلع من المكسب بتاعي 3 جنيه تسويق. طيب ال 3 جنيه اللي انا هطلعهم من التسويق ده علشان يديني صافي مكسب تمام 2 جنيه. طيب دي طريقه تمام، او دي طريقه ساعات بنشتغل بيها. طب تعالى كده مثلا نقول لو انا المفروض هطلع تكاليف 5 وهطلع بعد كده تسويق 3 وهطلع بعد كده هبيع تمام، هبيع ب 10 هكسب كام؟ هكسب 2 تمام. فانا خلاص انا حطيت الخمسه على الثلاثه، يبقى دي المصاريف، هنقول ان دي التكاليف الكليه تمام، تكاليف كليه بالنسبه لي 5 و3 يبقى انا عندي 8، وهبيع ب 10 يبقى في الاخر هكسب كام؟ 2 تمام. عشان بس احيانا بينسى خالص اللي بيجي يشتغل او بيجي يحسب، لو ستارت اب ومش جاي يبقى محاسب، بيبقى الدنيا بالنسبه لها، او انا ببيع منتج ومش بعتمد على محاسب يحاول يحسب لي، فبلاقي نفسي ان انا في الاخر ببيع بكام؟ بلاقي نفسي ببيع التكاليف، بلاقي نفسي ببيع وفي الاخر ما بحسبش مصاريف التسويق، فالدنيا بالنسبه لي بتروح في حته تانيه خالص. طب خلينا كده نرجع بقى ايه لموضوع التاني تمام، ونقول ان انا دلوقتي الاساسيات اللي بيقوم عليها التسويق هي ايه؟ التكاليف خلاص، يعني نقول نرجع تاني، بس دي كانت نقطه لازما اساسيه تتوضح. انا عندي تكاليف تمام، اساسيات التسعير، عندي تكاليف، وعندي ايه تاني؟ عندي القيمه تمام، القيمه اللي انا بقدمها اصلا في السوق، لو انا ببيع مثلا منتج اكل غير لما انا مثلا ابيع سيرفيس مثلا ملاهي تمام، او انا في ملاهي مثلا، او انا ببيع مثلا منتج ملابس غير لما انا مثلا ابيع مثلا كاب تمام، او حاجه مثلا شمسيه تمام. فده مختلف، القيمه او محور القيمه اللي انا ببيعها ليها، لما انا هبيع عربيه غير لما ابيع لابتوب تمام، لما انا هبيع شقه غير لما انا هبيع مثلا غير لما انا هبيع مثلا شنطه تمام. فالقيمه بتاعت كل حاجه، معيار القيمه بتاعتها في السوق ايه تمام. طيب غير القيمه، الطلب نفسه تمام، هعمل حسابي في الطلب، كل الحاجات دي هنتكلم فيها تمام. إيه؟ الطلب اصلا، هل في طلب اصلا على المنتج ولا لا؟ يعني مثلا لو انا ببيع وجبات اكل غير لما اجي ابيع حلويات تمام، الطلب هنا مختلف. الناس الاوقات اللي بتطلب فيها اكل مختلف عن الناس الاوقات اللي بتطلب فيها، يعني لما اجي اطلب غدا او اطلب عشاء او اطلب مثلا، او يعني مثلا لما انا اجي اشتري فينو او عيش غير لما انا هشتري مثلا كرواسو ومثلا وباتيه والحاجات دي، القيمه هنا مختلفه والطلب هنا مختلف تمام. فانا لازم اعمل حسابي في موضوع الطلب، ان انا هل انا بطلب على طول المنتج ده بيطلب ولا لا. طيب اخر حاجه المفروض بيقوم عليها المنافسه تمام،
انا هنا في اصلا منافسه على القيمه اللي انا بقدمها ولا لا، شويه كده اقتصاد، ان انا طبعا كل ما كان في طلب كتير تمام، غير لما يكون في طلب قليل، طلب قليل السعر يعلى تمام، او معدل توافر السلعه طبعا غير عدم توفرها، ده يعني ده اي بي احنا كده كده عارفينه. طيب استراتيجيه التسعير نفسها هي بتستخدمها الشركه، نرجع بقى للاساسيات هنا، الاجابه بتاعت السؤال انا بتاع تسويق، انا بشتغل على القيمه وبشوف الطلب في السوق وبشوف المنافسه وبشوف العملاء والكلام ده، فانا ليا قرار في التسعير، شئت ام ابيت انا ليا ايه قرار في موضوع التسعير. طيب في هنا بقى بيعتمد على نقط تانية، انا دلوقتي المحاور الاساسيه هل انا بلعب على تقديم جوده؟ انا بقدم جوده، يعني انا عندي جوده في المنتج اللي انا بقدمه، ده معيار اساسي بيلعب في موضوع التسعير، انا لو بقدم حاجه فيها جوده مستحيل سعرها هيكون قليل جدا، لو انا لقيت حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه وهي سعرها قليل يبقى هنا في حاجه غلط. ليه بقى حاجه غلط؟ ليه؟ انا ممكن يكون هنا مش بتكلم عن الجوده، انا هنا بكون بتكلم عن ان المنتج مناسب ليا بشكل كبير، المنتج ايه مناسب ليا بشكل كبير، يعني مثلا لو شفت مثلا مثلا نوت تمام او موبايل مثلا قلت ده حلو جدا تمام، بس وسعره كمان كويس جدا، هو هنا ممكن يكون الموبايل مش حلو جدا بس هو مناسب ليك، ممكن يكون الموبايل مثلا الكاميرا اللي فيه مش حلوه بس اوريدي انت ما بتصورش او ما بتستخدمش الكاميرا، فبالنسبه لك هو حلو جدا لان انت ما بتصورش، فهنا بنتكلم عن ان السعر مش للجوده، هنا السعر علشان المنتج مناسب ليك. طيب انا دلوقتي لما هاجي اسعر لازم اشتغل على ان انا افهم التكاليف والقيمه والطلب والمنافسه، واسال نفسي كده هل انا بقدم اصلا جوده ولا ما بقدمش جوده تمام. طيب انا ممكن اقدم اسعار قليله تمام علشان اصلا حجم المبيعات تمام تعلى تمام، يعني انا ممكن عندي هنا اراعي ان انا محتاج ازود حجم المبيعات. طيب انا دي ده معيار انا بشوف على اساسه هشتغل ازاي، انا ممكن والله اقلل في السعر عشان ابيع اكتر تمام، فانا هنا لازم هل انا محتاج ازود حجم المبيعات ولا انا بالنسبه لي لا الامور تمام وانا مش محتاج ان انا ازود حجم المبيعات تمام، مع المناسبه ان انا افهم في فرق ما بين حجم المبيعات وحجم الايه الايرادات، انا ممكن ابيع ب 10 جنيه واكون خسران واكون خسران 3 جنيه في وممكن ابيع ب 3 جنيه بس اكون كسبان تمام، فهنا خلينا نفرق ما بين حجم المبيعات وحجم الايرادات. طيب انا دلوقتي زي ما قلنا انا ممكن بعمل في حسابي الجوده وبعمل في حسابي موضوع ان انا هل الـ 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 هقدم انا محتاج الفتره دي ازود مبيعات ولا لا تمام، او ان انا مثلا هشتغل على مثلا سياسه تسعير بتعتمد على ان انا ادخل منتج في منتج تمام، يعني مثلا انا ممكن اكون ببيع مثلا مثلا تعالى كده نقول مثلا هبيع مثلا مثلا هنقول تي شيرت تمام، ساعات كده بتعدي على 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 محلات بتلاقيه حاطط الطقم كله على بعض، هبيع مثلا تي شيرت مثلا خلاص بسعر قليل تمام، سعر قليل تمام، هنقول مثلا ولنفترض ان انا هبيع مثلا التي شيرت ده مثلا ب 100 جنيه تمام، والمفروض هو تكلفته عليا 100 جنيه، فانا هنا مش كسبان تمام. طيب وهبيع مثلا بنطلون تمام ب 150 جنيه تمام، وانا البنطلون عندي اصلا ب 100 جنيه، او انا تكلفته عليا 100 جنيه تكلفه اجماليه، يبقى الاجمالي تمام 150 جنيه بس انا كسبت تمام، كسبت ايه؟ كسبت 50 جنيه. طيب هل انا كسبت منين هنا؟ انا اللي كسبته من منتج البنطلون، لكن انا ببيع البنطلون ده مع التيشيرت عشان التيشيرت ده ماشي جدا 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 وبياع قوي 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 تمام، فبقول للناس اشتري البنطلون مثلا ب 250 وخد عليه تيشيرت هديه، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل العكس، ممكن اقول سعر مثلا 250 جنيه بدل من مثلا 300 جنيه، في حين ان انا كسبان 50 جنيه والبنطلون واقف مثلا عليا ثانيه كده عشان هنا في حاجه غلط، انا المفروض
سعر التيشيرت ب 100 والبنطلون ب 150، يبقى هنا المفروض 250، تمام؟ الاجمالي 250 وانا ايه كسبان ايه 50 جنيه، تمام؟ فانا المفروض دلوقتي خلاص، فسياسات التسعير بتختلف. انا ممكن اعتمد على ان انا ايه، تعالى كده نسميها، لو انا بعتمد على ان انا ايه احمل استراتيجيه، خلينا نقول هنا استراتيجيه تسعير، تمام؟ بناء على المنتجات، تمام؟ انا ممكن عندي مثلا مواد خام غليت، تمام؟ طب هجيب منتج هبيعه بسعر غالي؟ لا، انا ممكن اطلع عليه حاجات بسيطه باسعار قليله، لكن هيدي للمنتج قيمه، فبالتالي انا الموضوع بالنسبه لي بقى مختلف، تمام؟ فانا لما هاجي اشتغل على التسعير هشتغل على ايه الامور دي. طيب دلوقتي ايه تاني المفروض ان انا بحطه في سياسه التسعير بتاعتي واحطه في الحسبان عندي؟ نقطه تانيه مختلفه جدا جدا، او نقطه اساسيه، هل انا عايز اكسب على المدى؟ طبعا احنا هنتكلم عن الطريقه والخطوات والحسبه، بس خلينا نحط الاساسيات، اللي انت ما تسعرش وتلاقي نفسك بتخسر على اساس. عايز اكسب على المدى الطويل او عايز اكسب على المدى البعيد، تمام؟ يعني انا دلوقتي عايز اكسب على ان انا المدى القليل واشتغل على المدى القليل واكسب في اقرب وقت ممكن، ولا انا عايز اكسب على المدى الطويل؟ يعني مثلا تخيل مثلا انا ببيع مثلا خدمه، مثلا تعالى كده نتكلم، لو هنتكلم عن سيرفيس، ان انا هبيع مثلا باكت مثلا موبايل مثلا، تمام؟ لكن انا مش عايز اكسب منها دلوقتي، انا عايزها تنتشر، تمام؟ عايزها تنتشر، فانا هقول مثلا، فانا مش هكسب خالص منها، تمام؟ انا هدفي دلوقتي مش ان انا اكسب، انا هدفي ان انا بنشر الفكره او بنشر السيرفيس بتاعتي. زي مثلا لو انا شركه شحن وبعتمد على الموبايل ابلكيشن، فانا هتكلم في ان انت هتشحن معايا فور فري، يعني اي منتج انت عايز تشحنه داخل القاهره مجانا، تمام؟ طيب انا كعميل، لا انا هروح واجرب واشوف. طب لو انا رحت ولقيت ان الكواليتي عاليه جدا جدا، تمام؟ فخلاص انا فيما بعد ابتدي ان انا اشحن معاهم، خلاص انا يعني فهمت الناس دي وفهمت ان هم كواليتي، تمام؟ فخلاص انا بالنسبه لي هشحن معاهم عادي جدا، تمام؟ فهنا هل انا عايز اكسب على المدى الطويل ولا اكسب على المدى البعيد، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا. ممكن عندي سيزون مثلا العيد وأنا ببيع حلويات حلوة جدا، فأنا ممكن أبيع بأسعار، تمام؟ وعايز السيزون ده ما أكسبش فيه، أنا عايز السيزون ده أحرق أسعار بشكل كبير علشان أعمل بروباجندا كبيرة، عشان لما يجي بعد العيد السيزون بتاع الأفراح والجوازات وكده، يبقى أنا كسبت عميل وأبتدي إيه أكونكت مع إيه الناس دي، وأبتدي إن أنا، فهي بتبقى استراتيجي، تمام؟ طيب احيانا بيكون في شركات عندها منتج سعره قليل، كوست بتاعه قليل جدا لكن غالي جدا، والمنتج ده بيكون مثلا هنقول ان هو الجوكر بتاع الاسعار، يعني انا سعره او تكلفته عليا قليله جدا لكن بكسب فيه جدا وسعره مناسب للسوق، فده البرايس كينج برودكت. انا بالنسبه لي المنتج ده هو اللي بيغطي لي المكسب، ممكن اطلع على 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 حسه او على الانكم اللي بيدخلها لي منتجات تانية، تمام؟ وابيعها بسعر ما فيش خالص، بسعر ما اكسبش فيه، تمام؟ واسعرها بسعر قليل جدا، تمام؟ فانا المفروض اراعي الكلام ده. طب ايه تاني اللي انا هراعي المفروض ان انا اراعيه؟ المفروض ان انا اراعي ظروف السوق نفسها، تمام؟ ظروف، تمام؟ السوق، يعني ايه ظروف السوق؟ يعني مثلا احنا دلوقتي داخلين على سيزون عيد، تمام؟ سيزون عيد وانا ببيع ملابس، فاوريدي ظروف السوق دلوقتي في 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 حاله طلب عاليه جدا، تمام؟ طيب حاله الطلب عاليه هنا، بس ده ظرف استثنائي. طيب مثلا انا ببيع ماسك كمامه، فظروف السوق دلوقتي في الضياع خالص، ما حدش دلوقتي بيلبس كمامه، تمام؟ فحلو، طب انا مش هقدر ابيع بسبعه وب 15 والارقام الفلكيه اللي كنا بنسمعها دي. طيب لما انت مش هتقدر، ما حدش هيشتري، فانت ظروف السوق بتجبرك ان انت تبيع بالسعر العادي، تبيع بجنيه و2 جنيه.
طيب لو قلنا مثلا جينا الصبح ولقينا الاخبار كلها بتقول ان كورونا بدات تنتشر جدا جدا زي مثلا ما حصل في العيد، وان انت محتاج الناس كلها تلبس كمامات من تاني وما الى ذلك، اللي عنده كمامه وبيبيعها بالليل بجنيه، تاني يوم الصبح هتلاقيه بيبيعها 7 و9 جنيه، تمام؟ طيب بغض النظر عن ده حلال حرام ايا كان، احنا بنتكلم على ايه ظروف السوق، وان هو هيعمل ده لان ظروف السوق حصل فيها كده، تمام؟ ظروف السوق حصل كده، يعني ده اللي حصل ايه في السوق. طيب لازم ان انت طبعا تراعي ظروف السوق وتراعي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بحيث ان انت الامور بالنسبه لك تبقى مظبوطه، تبقى انت فاهم انا ظروف السوق دلوقتي تمام، لا الدنيا بالنسبه لي مش تمام وما الى ذلك. طيب كمان بتراعي المشتري، تمام؟ يعني ايه براعي المشتري؟ انا لو رحت مثلا الاهرامات، تمام، هلاقي التذكره انا مش عارف بكام، بس ممكن مثلا يعني الاقيها ب 60 جنيه. طيب لو واحد تاني راح من السياح، تمام، لو راح تاني من السياح، لا هتلاقي سعرها مش ده السعر اطلاقا، تمام، هتلاقي السعر اعلى زي المزارات السياحيه وما الى ذلك. طب ليه؟ لان هنا التسعير معتمد على المشتري، هل انا ببيع اصلا لسكان التجمع ولا ببيع لسكان شبرا، تمام، هل انا ببيع مثلا للناس اللي جايه من بره مصر ولا ببيع للناس اللي قاعده في مصر، تمام. فهنا لازم بشوف او بعتمد على المشتري نفسه، يعني انا المشتري لو هو حد جاي من بره، ولا هو حد مثلا المفروض ان هو موجود، ولا هو المفروض حد موظف، ولا هو حد صار. فهنا الموضوع بيعتمد على الاساسيات، بيعتمد على ايه الاساسيات. طيب تعالى كده نخش بقى في ايه، في تفاصيل اساسيه، تمام. احنا قلنا ان احنا بنعتمد على ايه، المنافسين، تمام. طب ازاي ان انا اشوف المنافسين، او ازاي ان انا اعتمد على على تسعير، تمام. طيب خلينا هنا نقول مثلا لو انا عندي مثلا ببيع شقه، اوكي. طيب الشقه اللي انا بايعها دي المفروض ان هي مثلا مقدم مثلا 10%، تمام، مثلا واقساط مثلا 10 سنين، تمام. طيب هنا انا لازم ابص للمنافس ده، لازم ابص للمنافس ده. طيب المنافس ده لو انا شركه، لو انا شغال مثلا في شركه بروكر، لان يعني خلينا بس نتكلم عن حاجه عشان تبقى الدنيا يعني واضحه للناس، لو انا شركه تانية ببيع، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن مثلا ابتدي العب على ان انا ابيع بطرق مختلفه، وافهم العميل نفسه ان انا مش باخد منه مكسب، وان انا المفروض ان انا هشتغل على ان هو ياخد الكوست الحقيقي. طيب هنا ده الطبيعي وده المعتاد، لكن العميل نفسه ممكن ما يبقاش عارف ده، ودي كامبين حصلت قبل كده وعملت نجاح كبير جدا. هو اعتمد على ايه؟ يعتمد على جهل ايه، او ان المنافس مش قادر يفهم جهل العميل، فقدر يستفز العميل بشكل كويس انه ويكسب منه، ان احنا مش هناخد منك عمولة ولا هناخد منك اي حاجة، احنا بنقدم لك فاريتي كتير جدا جدا جدا، تمام، تقدر تختار اللي انت عايزه، تقدر تختار اللي انت عايزه، سواء انت هتشتغل هتاخد من غير مقدم، هتاخد ايا كان ايه هو، تمام. فهنا اعتمد على ان هو قدر ينافس، بان هو اعتمد على جهل العميل اللي مش مستغل المنافس. مش شرط ان انا اشوف المنافس بتاعي بيبيع بكام وانا اروح ابيع اقل منه عشان يبقى انا كده بنافس، لا خالص. على فكره انا ممكن انافس في السعر، تمام، ممكن ايه انافس في السعر، تمام، وابيع بسعر عالي. طب ازاي هتنافس في السعر وانت بتبيع بسعر عالي؟ يعني انا ممكن اقدر انافس في السعر وانا ببيع سعر عالي، انا ممكن ابيع بسعر عالي وابقى انا بنافس بالسعر. طب ازاي الكلام ده؟ انافس في السعر بان انا هقول الجودة، تمام، بسعر محدد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا سعري غالي، وفي شركات بتعمل كامبين على ان هي بالسعر ده علشان كذا وكذا وكذا، ان انت خد كواليتي علشان تعمل كذا كذا. طب تعالى كده مثلا نقول لو انا المفروض ان انا هشتري منتج، تمام، ممكن اعتمد على ايه؟ اعتمد على ان انا اقول ان انا لو انت اشتريت قطعتين، تمام، مثلا من السوق مثلا، تمام، ب 500، تمام، مثلا وقت المنتج نفسه هيكون معاك، تمام، هيكون معاك مثلا 5 شهور، حلو.
طيب انا دلوقتي او صلاحيه المنتج 5 شهور، انا دلوقتي هبيع بكام؟ ب 600، لكن صلاحيه تمام 9 شهور. فهنا انا لعبت على ان انا هنا في الظاهر ان انا غالي، في الظاهر ان انا اغلى، لكن في الحقيقه هو انا ارخص. طب انا هنا سعري عالي، انا كده هنا سعري عالي تمام، لكن انا بعتمد على ان انا بقدم للعميل قيمه مختلفه، بقدم للعميل قيمه مختلفه. طيب انا دلوقتي هنشوف حته تانية، وانا بتكلم على اهداف الربح. انا دلوقتي هدفي ان انا اكسب تمام، انا هدفي ان انا اكسب. طيب انا دلوقتي سياسه التسعير اللي ممكن تعتمد عليا ان انا محتاج اكسب قد ايه، ونسبه الربح اللي انا محتاجها تمام، نسبه الربح وتوقيت الربح. طيب انا دلوقتي محتاج اكسب قد ايه، ومحتاج اكسب امتى. انا ممكن ما اكسبش دلوقتي، لكني هكسب لما ابيع 10 منتجات تمام. لو انا بعت 9 منتجات هبقى خسران، لو انا بعت 10 يبقى انا بدات ايه اكسب. زي مثلا انا دلوقتي بعمل مثلا اعلانات تمام، وصرفت مثلا 500 جنيه او 5000 تمام. طيب بعد ال 5000 دول، هل انا في ال 5000 دول طلعت المنتج بتاعي؟ انا ممكن من ال 5000 دول ابيع تمام قطعتين تمام، القطعه اصلا مكسبها تمام، القطعه الواحده مكسبها تمام 250. طيب لو انا دلوقتي اشتغلت على ان انا ابيع المنتجات بتاعتي، والمفروض ان انا مثلا او هنا مثلا مش هنا دي مش اعلانات، المفروض دي التكاليف يعني، خلينا نقول ان دي التكاليف، او بعد الاعلانات المفروض تكاليف 5000 تمام. خلاص عندنا هنا ثانيه كده. طيب انا دلوقتي بكسب في القطعه الواحده 250. طيب لو انا عملت اعلانات وصرفت واشتغلت، وبعد كده لقيت ان انا الامور بالنسبه لي، لقيت ان انا الامور بالنسبه لي بعت قطعه واحده تمام، بعت ايه قطعه واحده. طيب انا بعد ما كنت بعت قطعه واحده، هل انا كسبت؟ لا انا ما كسبتش، انا بايع وخسران. طيب انا دلوقتي محتاج اكسب، يبقى انا المفروض هبيع كام؟ طيب تعالى كده نشوف، مثلا لو انا بعت قطعتين هيبقى 500، يبقى انا وصلت لنقطه التعادل. طب يبقى انا هكسب امتى؟ بعد ثالث قطعه، بعد ثالث ايه قطعه. فهنا بقى ابتدي احدد انا هشتغل على ايه. انا دلوقتي جبت منتجات، والمنتجات دي عملت منهم 5 علب شوكولاته تمام، جبت مواد خام وعملت 3 علب شوكولاته. طيب الثلاث علب شوكولاته عشان اكسب منهم هكسب منهم 100 جنيه. طيب لو انا دلوقتي بعت علبه الثانيه، بعد ما بعت الثالثه هبقى انا كسبت تمام. فعشان هنا لازم تفهم انت هتكسب امتى، والمفروض هتكسب قد ايه، يعني ايه المكسب اللي انت هتكسبه. طيب هنا برضو اجمالي المبيعات بيأثر، زي ما احنا كنا لسه بنقول اجمالي المبيعات تمام. انا دلوقتي بعت قد ايه، وبناء على عدد الحاجات اللي انا بعتها، بناء على عدد المبيعات بيتحدد سياسة التسعير. أنا عايز أكسب، عايز أكسب من أول منتج، عايز أكسب من أول بيعة. وحد تاني يقول لا أنا ممكن أكسب بعد تالت بيعة، فهنا السعر يكون مختلف، هنا إيه السعر بيكون مختلف، ويقدر يلعب في السعر براحته تمام. طيب هنا في حاجة تانية بنتكلم فيها، المرونة بتاعت التسعير، بتاعت كمان السوق. يعني إيه مرونة السوق؟ يعني هل السوق ده المفروض إن هو متاح إن أنا أغير في الأسعار بشكل كبير وانزل في السوق بالاسعار زي ما انا عايز، ولا ان انا مفيش مرونه ان انا اعمل ده؟ يعني اقدر ان انا مثلا زي ما احنا بنشوف كده مره واحده ان البنزين مثلا غلي، سعر العربيات نزل تمام، لان الناس اللي هتشتري عربيات بدات تدي قرار ان هي ايه، لا انا البنزين غلي، فالناس اللي هتاخد قرار ان هي تشتري عربيه هتقول لك ده البنزين بيغلى فانا مش هاخد تمام. طيب انا ممكن مثلا الدنيا مش افيلابيلتي بشكل سلس ان انت تنزل وتطلع في السعر تمام. فالمرونه بتاعت السوق ومرونه التسعير مختلفه. كمان الايه الحكومات، يعني ايه؟ يعني دلوقتي المفروض في حاجه اسمها سياسه التسعير تمام، هل ده مع المنافسه ولا ضد المنافسه؟ هل انت كده بتحتكر
السوق ولا مش بتحتكر السوق؟ هل انت دي سياسه التسعير العادل ولا لا؟ لازم تخلي بالك من الامور دي لو انت شغال في حاجه ان بابليك، وحاجه حاجه ان هي يعني متشافه، ان انت قادر ان انت ايه لا السوق بتاعك معروف ومتشاف وما الى ذلك. تمام. طيب تعالى كده نقول برضو النقطه اللي بعد كده، وانا بتكلم في حته المفروض لو انا عايز ابني سياسه تسعير، سياسه التسعير بتقوم على ايه؟ يعني بناء على ايه اخد قرار ان انا اسعر بالسعر ده؟ بناء على ايه اخد قرار ان انا اخد قرار بالسعر ده؟ بناء على ايه؟ بناء على المفروض اهداف مختلفه. اول حاجه زي ما قلنا الربح، انا محتاج اربح او اكسب او اعمل ريفينيو امتى؟ تمام. طيب بعد الربح ممكن اكون بشتغل على ايه؟ بشتغل على وجود تمام واستمراريه الشركه. انا ممكن تكون الشركه اصلا في حاله دونك خالص، فانا محتاج انزل بالسعر عشان ابيع كتير عشان اقدر ان انا اكمل. ممكن يكون عندي ركود في المنتجات، انا عندي منتجات قربت تدخل على اكسباير، فانا هنا محتاج انزل بالسعر عشان حتى ما اكسبش، اخد الايه؟ اخد اطلع المنتجات بشكل سريع عشان اخلص منها، علشان ما تعمليش ركود فاخسر. انا عندي منتجات بمليون جنيه، طب المنتجات اللي بمليون جنيه دي لو انا ما طلعتهاش انا مقعدها علشان مش بتتباع، طب نزل في سعرها بشكل كبير. حتى لو انت بعت ب 900,000 او بعت برقم قليل، يبقى انت بدل ما تخسر مليون يبقى انت خسرت مثلا 10,000 20 30 40,000 100,000، فانت مش هتيجي زي عدد ايه الخساره اللي انت اشتغلت عليها. حاجه تانيه، انا ممكن اكون لسه داخل السوق ولسه عايز اطلع الشركه. تمام. انا لسه عايز اطلع الشركه، فانا هنا عايز اقلل الايه المنافسه. تمام. عايز ان انا ادخل للعميل في بميزه ايه؟ ان انا عندي سعر قليل، والمفروض ان انا يعني عندي حته التسعير كويسه، فانا بلعب في حته التسعير كويس. ممكن اكون مش عايز اتشاف في السوق، يعني مثلا لو انا ببيع ب 500 تمام، او المنافس بتاعي بيبيع في 500، طب انا هنزل ب 500 انا كمان عشان ما يحسش ان انا اقل منه، او ما يحسش ان انا بنافسه بالسعر، عشان لو انا نافسته في السعر هو مره واحده ممكن يقول انا هبيع ب 250 وهو مش هيكون خسران، لان هو قديم عنده ريسورسز مختلفه، عنده بيع بكميات اعلى، عنده الاودينس بتوعه، عنده المكسب اللي يقدر يطلع منه وما الى ذلك، فاوريدي هيسحقني خالص. فلا انا خليني زي ما انا ب 500 وامشي معاه بوتيره ونفسه في حته تانيه. فهنا بنلعب على المنافسه. تمام. بنلعب على ايه؟ المنافسه. طيب ايه تاني؟ ان انا محتاج اخد شريحه من السوق. يعني ايه شريحه من السوق؟ يعني انا دلوقتي كل الناس اللي بتبيع مثلا موبايل ما بتقلش عن 4 5000 جنيه، ما بتقلش عن 4 5000 جنيه. خلاص احنا نطلع موبايل تمام واسمه انفينكس او اسمه ايا كان اسمه، ونبيعه للناس بمزايا مختلفه، والمزايا بتاعته هتكون زيها زي الموبايل العادي، وهنبيع ب 1000 ونص و 2000 جنيه. فهنا الشريحه اللي قادره تدفع ب 1000 و 1500 هتكون مبسوطه، ودي شريحه مش مستغله. فانا ببتدي ايه اشتغل على الايه الشريحه دي، وابتدي ان انا اخد الشريحه دي واشتغل عليها. طيب حاجه تانية ممكن اشتغل على ان انا تهدئه السوق، او زي ما بنقول كده ايه، اشتغل على الكاستمر لياليتي بالبرايسنج، ان انا اخد اهدي العملاء بتوعي. انا السعر عالي مره واحده، زي مثلا انا دلوقتي مثلا ازمه اسعار ماكدونالدز. تمام. ازمه ايه؟ اسعار ماكدونالدز. فتيجي جت شركات تانية عملت ايه؟ راحت منزله عملت اوفرز وقللت في السعر بتاعها، في حين اصلا في حين ان في يعني في حد تاني على السعر، فانا مش خسران، لا انا عشان اكسب شريحه اكبر. تمام. في ناس تانية بدات تشتغل على او جت مثلا شركات تانية بدات تقول احنا بنشتغل على العميل بتاعنا واسعارنا زي ما هي من زمان. في مثلا بيف برجر مثلا قال لك احنا الحجم بيكبر والسعر بيصغر. تمام. فهنا انا بشتغل على ان انا اكسب شريحه السوق، او ان انا العب على ان انا هدي السوق. ماكدونالدز السعر عندها عالي، فتنزل بباكجز مختلفه او اطباق مختلفه علشان تقدر تمانج ايه ان هي تهدي السوق عليها شويه. تمام. طيب
انا دلوقتي عندي انواع مختلفه من سياسه التسعير. لو احنا بقى بنتكلم على ان انا عايز اسعر، لو احنا بنتكلم على ان انا ايه عايز اسعر واشتغل على التسعير، فالمفروض ان انا ابتدي اسعر ازاي؟ يعني لو انا محتاج ان انا اسعر، ابتدي بقى اشتغل على التسعير ازاي وايه طريقه التسعير المفروض ان انا العب عليها. طيب لو انا محتاج ابتدي اشتغل على تسعير، انا ممكن اشتغل على التسعير بـ 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 بطرق بسيطه جدا جدا، لان التسعير بيشتغل على التكلفه، تمام؟ وبيشتغل على النسبه الربحيه، لو انا محتاج اكسب ايه النسبه الربحيه، وبيساوي بالنسبه لي في الاخر سعر البيع. بيساوي بالنسبه لي ايه سعر البيع. طيب دي استراتيجيز احنا بنعتمد عليها كل اللي فات ده، وتحديد اهم من ان انا اشتغل على الكلام ده او الحسبه نفسها، ان انا احدد الجوده والتكاليف والقيمه والطلب والمنافسين والعملاء واللوياليتي والاوبجكتيف بتاعت البيزنس والكلام ده كله، تمام؟ طيب انا ممكن اسعر بطريقه تانيه، تمام؟ ان انا هلتزم بدل ما انا احسب الحسبه دي واقول مثلا جايب منتج ب 500 والمفروض ان انا هشتغل على لو هشتغل على النسبه معينه في الارباح، فانا المفروض هسعر مثلا ب 300. لا، انا ممكن بقى ما اشتغلش على ده خالص، تمام؟ انا ممكن لو انا الاسعار تمام او التكلفه مثلا في حين، او زي مثال ان انا الاسعار عندي او التكلفه متغيره، فانا بشوف السوق متوسط اسعاره، تمام؟ متوسط اسعاره، واشتغل على متوسط اسعار السوق ومتوسط اسعار المنافس. يعني مثلا انا دلوقتي عندي السوق مثلا كل الناس اللي في السوق بتبيع ب 400 و500، فانا هبيع على نفس الحد ب 400 و500 700، فانا هبيع ب 600، تمام؟ طب هبيع ب 600، عندي بقى التكاليف، عندي التكاليف بقت 300 400 500 100 200، انا عندي بقى الربحيه بتاعتي، تمام؟ عندي الربحيه بتاعتي بتكون على حسب سعر التكلفه، مش هتكون على حسب ايه سعر على حسب سعر العميل. يبقى انا هنا هلعب على ان انا اثبت السعر والعب في مساحه اكبر من التكلفه. يعني مثلا لو انا هكسب، هخلي المكسب بتاعي حوالي 20 مثلا في المية، تمام؟ المكسب بتاعي مثلا لو هو مثلا تعال نقول لو انا المكسب بتاعي مثلا 20%، فده مش هيكون الثابت، انا الماكسيمم، تمام؟ انا الماكسيمم بالنسبه لي او الاعلى، هنقول كده الاعلى، تمام؟ انا عندي الماكسيمم بتاعي تمام 20%، والمينيموم بتاعي او الاقل، خليني كده احاول ان انا ما اخشش في تعقيدات عشان الناس تبقى فاهمه. قلنا ايه؟ قلنا هنا الايه؟ الاعلى، تمام؟ وهنا الادنى. يعني ايه الاعلى والادنى؟ الادنى هنا هنقول مثلا 10 تمام في المية. طب خلينا بس ايه 10%، تمام؟ الادنى. طيب انا الادنى بتاعي 10%، يبقى انا لو السعر بتاع التكلفه عالي فانا هكسب 10%، سعر التكاليف نسبت فانا بكسب 20%، ممكن اكسب 16، ممكن اكسب 17، ممكن اكسب 20، ممكن اكسب ب 13، فبسيب نسبه الربحيه هي اللي تلعب معايا في الايه في الحسبه بتاعتي وعلى حسب التكاليف. يعني مثلا انا دلوقتي رحت مثلا بشتغل في ببيع مثلا قهوه وشاي، تمام؟ طيب انا بكسب في الكوبايه نص جنيه، تمام؟ احيانا بجيب السكر والشاي، تمام؟ مثلا بيكلفوني مثلا 10 جنيه لا اي 10 جنيه بيكلفوني 20 جنيه، تمام؟ والمفروض ان انا بعمل في الاخر مثلا 25 كوبايه، تمام؟ 25، تعالى كده نحسبها بالراحه. انا دلوقتي عندي التكلفة السكر والشاي، تمام؟ مثلا 20 جنيه، حلو؟ طيب عندي التكلفة 20 جنيه، طيب بيعملوا مثلا 25 كوباية، تمام؟ فأنا بكسب وببيع الكوباية بجنيه مثلا، تمام؟ فأنا هنا هكسب مثلا عكام 10 جنيه، سوري 5 جنيه. طيب وأحيانا بروح أجيب السكر والشاي
لو انا بقى جبت شاي فرغلي وسكر بودره او سكر ام الهنا اي حاجه اي كلام، فممكن ان انا اخلص التكلفه بتاعتي تمام على كام؟ اخلص التكلفه بتاعتي على مثلا 13 جنيه. حلو، 13 جنيه، فانا هنا عندي التكلفه متغيره. طيب انا لو انا بعت ال 25 كوبايه في الحاله الاولانيه هكسب كام؟ في الحاله الثانيه هكسب كام؟ لو انا هبيع مثلا 13 فانا المفروض هكسب، لو انا ببيع 25 مثلا 25 كوبايه، فانا هنا هنقول مثلا ان انا عندي اللي قلنا 13 يبقى انا هكسب 7، وعندي 5 يبقى انا هكسب كام؟ هكسب تمام 12 جنيه تمام. طب بص انا هنا بكسب كام وهنا بكسب كام، فهنا المكسب متغير علشان انا عندي الايه التكلفه متغيره. عندي ايه التكلفه متغيره؟ لما انا العب على التكلفه متغيره، او انا بيبقى عندي منتج فيه تكلفه متغيره، بلعب على ان انا اثبت المكسب بما يتناسب مع الاوبجكتيف بتاعتي وبما يتناسب مع السوق، ويبقى انا عندي التكاليف متغيره. هكنترول عليها ازاي؟ ان انا اشوف اكتر من سبلايرز، او اشوف ناس كتير اخد منهم بنفس معدلات وابتدي اقارن واشتري. يعني مثلا انا بشتري من كشك اكس وزد ودبليو، فانا عندي الثلاثه دول، اللي بلاقي عنده السعر المناسب بجيب من عنده، اللي ما بلاقيش عنده السعر المناسب ما بجيبش من عنده. ممكن المره دي اجيب من ده وممكن المره دي اجيب من ده. دي نقطه. تاني نقطه تمام، تعالى كده هقول لك هتكنترول على ده ازاي تمام، او احنا هنحدد ده ازاي، او هنلعب في دي ازاي تمام. تعداد تمام، تعداد الايه الموردين تمام، وتعداد المنتجات. النقطتين دول اكتر نقطتين تقدر انت من خلالهم تلعب على ان انت تتحكم في الايه التسعير بتاعك. عندك موردين كتير فتقدر تجيب بما يتناسب معاك، عندك منتجات كتير فيقدر منتج يشيل منتج تاني تمام. طيب خلينا نقول مثلا ايه تاني اقدر ان انا اشتغل عليه، او ان انا احدد على اساس السعر وابتدي اسعر وابتدي ان انا اشغل المنتجات بتاعتي او اشغل ايه الخدمات بتاعتي تمام. هبتدي اسعر على اساس القيمه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي مثلا منافس ليا بيقدم المنتج مثلا في مثلا 5 مزايا تمام، الخمس مزايا دول عاديين جدا، بس انا عندي ميزه مهمه جدا تمام. الميزه دي هي اللي بتخلي السعر عالي قوي. احيانا بنشوف منتج مثلا ب 20 جنيه ومنتج تاني تمام يكون مثلا ب 100 جنيه. طب ايه الفرق؟ الميزه نفسها. انا هنا عندي ميزه، هنا عندي ميزه، انا عندي ميزه مختلفه. لو انا مثلا بنلعب على مثلا انا مثلا لقيت ايه، وانا مثلا في السوق لقيت مثلا اسبراي بخاخ تمام، هنقول كده بخاخ معطر تمام، لقيته بكام؟ ب 20 جنيه تمام. وفي بخاخ مثلا تاني ب 100 جنيه. حلو، طيب ايه الفرق بقى ما بين ده وده؟ انا اشتريتها ب 20 جنيه، بخيت بختين البخاخه ضربت باظت، ما بقتش تتباع، سوري ما بقتش تشتغل، فاوريدي انا خسرت المنتج كله. طب انا عندي بقى في منتج تاني اشتريته ب 100 جنيه بس ميزته ان البخاخه بتاعته ما بتبص، انا مهما ده الازازه بتخلص والسبراي ما بيبص. فانا هنا عنده قيمه مختلف، اقدر من خلال القيمه دي ان انا احط السعر زي ما انا عايز تمام. ممكن التسعير يكون على اساس ايه تاني؟ او اسعر، طب هنا اللي حط ب 100 جنيه ده حط على اساس ايه؟ ان هو عنده قيمه عاليه جدا مش موجوده في السوق، فانا هبيع ب 100 جنيه تمام. هبيع ب 100 جنيه مثلا 5 اضعاف او 4 اضعاف الايه المنافسين، اعلي عليهم تمام. طيب ايه تاني؟ الاسم بيفرق. خلينا هنا نقول ان البراند سعره بيفرق، انا براند فانا معلي سعري تمام. انا براند يعني مثلا انا ممكن اروح مثلا اجيب مثلا كان معانا حد من الناس بيتكلم على المنتج بتاعه، المنتج بتاعه جاله عميل قال لي بالظبط، انا جالي عميل واشترى مني وقال لي انا مشتري المنتج ده من زيت شيع، مشتري المنتج ده منكم ب 60 جنيه، في حين ان هو بيجيبه من ذا باس او مش عارف مش فاكر اسمه ايه، باس اند بودي تقريبا تمام ب 500 جنيه. طيب ايه الفرق؟ تمام؟ فجي البياع قال لها ايه؟ للعميله قال لها بصي خدي دي فور فري تمام وجربيها، ولو لقيتيها تمام او احسن تمام او زيها تعالي خدي تاني تمام؟ بالفعل راحت له واشترت منه
كميه كبيره علشان هو لا هو فارق، مع ان هو بيبيع سعر قليل، مع ان هو بيبيع سعر قليل بس. طب هنا الشاهد في الموضوع في ايه؟ ان مثلا بغن دي بادي بيبيع نفس القصه لكن الكوفر والباكج مختلف، واسم البراند هو اللي مخليه معلي السعر قوي كده، هو اللي مخليه ايه معلي ايه السعر قوي كده، تمام. طيب هنا في الحالات دي انا بجيب منتجات اصلا بتكون بتكاليف مختلفه وببتدي اشتغل عليها، بس انا مش هعمل لنفسي براند، فبالنسبه لي السعر بيفضل في النورمال، يعني بيفضل ايه السعر في النورمال، وبقدر ابيع اللي هو بشكل ما اقدرش اعلي. انت مش براند، انت مش معروف اصلا، فانا هشتري منك وانا بالسعر ده ليه؟ تمام. يعني انت لو دخلت مثلا محل كبير وجيت تشتري منه ولقيت الاسعار غاليه، ما هو معروف ده براند، مش هتستغرب. لو دخلت مثلا في مكان صغير في كشك وجيت لقيت الحاجه غاليه، هتقول ايه ده، انتوا غاليين قوي كده ليه؟ لان انت بصيت لاسم البراند، تمام، بصيت لايه لاسم البراند. ممكن كمان اسعر اصلا باستراتيجي مختلفه، زي مثلا اسعار الطلب، تمام، انا اعلي الطلب. زي جينا في مره ومثلا في مثلا موجه حصلت زي بتاعت كورونا، او مثلا في مصر حصل موجه ان الميه بقى فيها مشاكل، فالناس كلها راحت اشترت ازايز مره واحده في نفس اليوم. الكلام ده من سنين، ازايز الميه غليت، نعم، يعني غليت ليه؟ يعني ده احنا في نفس اليوم حتى، تمام، ده احنا في نفس اليوم، تمام، يعني انا بلعب على نفس اليوم، فانت بتتكلم في ايه؟ بس هو الطلب اتغير في ايه؟ الطلب اتغير في لحظه، الطلب اتغير في لحظه، وبناء على ده بدات ايه؟ الاسعار تختلف، تمام؟ طيب دي الطريقه اللي بنسعر بيها، والطريقه او الحاجات اللي بندي نشتغل عليها وبنفكر فيها والطريقه اللي بنحسب بيها. من الحاجات الاساسيه جدا ان انت تفهم طبيعه البراند اللي انت بتشتغل عليه والمنتج اللي انت بتشتغل عليه، يعني بتحدد السعر على اساس ايه؟ على اساس القيمه اللي انت بتقدمها، ولا على اساس مثلا ان انت بتقدم حاجه بيرفكت او حاجه كواليتي عاليه، او مثلا على اساس ان السوق فيه تفاصيل مختلفه انت بتشتغل عليها، او على حسب انت المنافسين وما الى ذلك، تمام؟ طيب دي كلها او دي طرق ممكن تشتغل عليها او تبتدي ان انت تظبط عليها الاسعار بتاعتك وتحسب عليها. هل انا المنتج بيشتغل على انهي حته في دول، وانا الاوبجكتيف بتاعتي ايه؟ طيب في حاجه تانية ممكن نشتغل عليها، او حاجه تانية ممكن برضو مهمه عايز اقول لك عليها، ان انت برضو بتبيع، تمام، بتبيع ليه؟ جمله او قطاعي، او زي ما بنقول مثلا بي تو بي، تمام، اور بي تو سي، تمام، اور ايه بي تو سي. طيب انت بتبيع لمين؟ علشان هنا طريقه المكسب هتختلف، طريقه العرض هتختلف، طريقه الشغل هتختلف، الكومبيتيتورز بتوعك هيختلفوا، الكلام ده كله، تمام. طب انا هنا بشتغل على ايه برضو؟ وانا بشتغل في البي تو بي، حجم الشركه نفسها، حجم الشركه، تمام، انا شركه اقدر ان انا احط رجل على رجل وانا في السوق، وحجم كبير وانا واكل نص السوق، تمام، فاقدر اسعر براحتي وكل الناس ورايا زي ما بيتقال كده، ايه، حيتان السوق. فحجم الشركه هنا بيختلف، تمام. حاجه تانية، ربحيه الشركه نفسها، تمام، الشركه نفسها بتشتغل بتربح ولا لا؟ يعني انا الشركه نفسها الفتره دي الريفينيو بتاعها نازل، فحاول تظبط اسعارك في السوق عشان ايه؟ تلم عدد اكتر من ايه؟ من المكسب، تبيع اكتر فيعوض معاك فتكسب، تمام. ايه تاني؟ عدد المنتجات، زي ما كنت بقول من شويه، او لما كنت بقول لك ازاي تلعب على الايه الاسعار المتغيره، وازاي تقدر تعمل كنترول عدد المنتجات اللي انت حاططها. ما تروحش تبيع منتج واحد، تمام، او نوع واحد من انواع المنتجات وانت عايز تتحكم في السوق، دي عمرها ما تحصل الا لو انت منتج ما فيش زيك، تمام. انما لو في ليك منافسين وفي زيك كتير، فانت عمرك ما تحط رجلك على رجل في السوق وتسعر براحتك، تمام. طب ايه تاني غير عدد المنتجات؟ قلنا برضو عدد الموردين، او عدد الموردين للمواد الخام. يعني لو انت بي تو بي فانت بتجيب مواد خام عشان تصنع منها، لو انت شركه بطاطس فانت هتجيب من المزارع، هتجيب زيت، هتجيب مكن، الكلام ده كله. فعدد الموردين هنا بيفرق معاك قوي،
تمام، عدد الايه الموردين بيفرق معاك غير عدد الموردين. ايه تاني؟ المسابقه نفسها اللي في السوق او السباق بتاع السوق، تمام. خلينا نقول السباق بتاع ايه السوق، السوق تمام، السباق ايه بتاع السوق. طبعا الاقتصاد مهم جدا، تمام. الاقتصاد اللي انا فيه حاليا هيستحمل اللي انا بعمله ده ولا لا، تمام. هيستحمل ان انا اعلي السعر؟ يعني ايه اقتصاد؟ يعني الناس ما معهاش فلوس تدفع، فانت علي في السعر بقى براحتك، ما حدش يشتري منك، تمام. لا، الناس معاها فلوس والدنيا حلوه والاقتصاد ماشي كويس، تقدر تحط الاسعار بما يتناسب مع الانكم بتاع الناس. ما اروحش ابيع لموظف واحط له اسعار كتيره، تمام، غير لما ابيع. يعني على حسب الاقتصاد بيمشي ازاي، او الاقتصاد بتاعي ماشي ازاي. حاجه تانيه العرض والطلب، تمام، شغل الاقتصاد بتاعنا، تمام. فانت لازم تشتغل على ان انت تقيم المنتج وتشتغل على كل الكلام ده. طيب لازم برضو قلنا تقييم المنتج مهم. انت المنتج بتاعك وعدد ايه المنتجات، خلاص. وقلنا التكاليف بتاعتك، وهنا التكاليف هنقول عليها، هنقول الانتاج عشان بس الناس اللي بتسقط الانتاج، تمام، والتسويق، تمام، وطبعا العمالة، تمام. انت او الانتاج اصلا جواها العماله، لان انت بتشتغل على الحته دي. خلينا برضو نقول حاجه تانية في ناس مش بتبقى فاهماها، ان التسويق، تمام، التسويق ده قدامه انت بتصرف مصاريف تسويق، تسويق اداري، تمام، وتسويق تشغيلي. اداري يعني انت صرفت تولز، صرفت موظفين، صرفت الكلام ده، وتشغيلي ان انت بتعمل اعلانات والكلام ده كله. طيب ايه تاني؟ تعالى كده نشوف. قلنا طلب السوق، تمام، وقلنا شريحة السوق اللي انت بتستهدفها. انت بتروح التجمع ولا بتروح شبرا ولا بتروح فين؟ بتبيع في غانا ولا بتبيع في مصر ولا بتبيع في اوروبا، تمام. شريحة، تمام، السوق نفسها، تمام. قلنا كمان انت اصلا منتجك اصلا ده جديد وداخل على السوق جديد، ولا انت منتج قديم. يعني مثلا انا دلوقتي لو رحت اشتري مثلا، قلنا مثلا هشتري مثلا ايه، تعالى مثلا نقول مثلا ماسكات، تمام، اللي هو الماسك، تمام، الكمامه. في كمامه طلعت جديده، تمام، في وقت ما الاسعار نزلت ل 3 و4 جنيه، طلعت بكام؟ طلعت ب 5 جنيه او ب 7 جنيه على ما اتذكر. طيب اشمعنى انت بقى؟ تمام، لان انت ماسك جديد داخل السوق وجودته عاليه، تمام، فهو قادر ان هو يحل مشكله عند الناس ان الاستك بتاعها رقيق، فهنا هو دخل، انا منتج جديد وسعري كده. طيب لو انت منتج سعرك قديم، او انت منتج قديم وداخل السوق باستراتيجي، او انت بدات تحدث نفسك في السوق ومره واحده زي ما قلنا من 5 ل 20 جنيه، فهنا الوضع مختلف. فانت جديد ولا قديم، تمام، وبتحدد السعر بناء على ده، تمام. فانت لما تيجي تشتغل على، تمام، خلينا هنا نقول تمام، هنقول هنا المنتج حديث ولا قديم، تمام. فانا هنا عندي المنتج ده اصلا جديد ولا المنتج ده قديم ولا ايه ظروفه بالظبط، علشان انا ابقى محدد ظروف ايه، ابقى محدد ظروف السوق بتاعتي، وابقى انا حاسب بالظبط انا بشتغل ازاي، او انا حاسب بالظبط انا الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي، او انا هل انا المفروض ببيع بايع كده بشكل كويس، ولا انا بايع بشكل مش كويس، ولا انا الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي، عشان ابقى انا ايه محدد ايه الايه الامور بتاعتي وماشي بشكل مرن وبشكل بسيط، تمام. دي كده الامور بتاعت الايه، الامور بتاعت التسعير بشكل كامل، وازاي ان انت اصلا تدخل في حته التسعير، تمام. يعني انا لو انا محتاج ان انا، لو انا المفروض محتاج ان انا ابتدي اسعر، تمام، لو انا محتاج ان انا ابتدي اسعر، هشتغل على ايه بالظبط في حته التسعير دي، وهقول انا هسعر بالطريقه دي او هسعر بالطريقه دي او هشتغل على الكلام ده، فانا ابقى محدد طريقه التسعير بتاعتي مناسبه والقصص دي. تعالى بقى نشوف الحاجات اللي جت في أو يعني هرد على الاسئله، وبعد كده نفتح المايك ونتناقش بقى براحتنا، تمام. سلسله التسعير
سياسة التسعير ممكن تكون، ممكن تحدد أكون first need ولا second need، حسب السوق هي اللي بتحدد. اه على حسب، انا سكند على حسب النيدز طبعا، طبعا يعني على حسب احتياج، على حسب احتياج السوق نفسه. يعني انا احتياج السوق بيقول ايه، وتعالي كده مثلا نكتبها هنا طبعا على حسب، احنا اكيد كتبناها انا مش عارف فين، بس احتياج او ايه، هنقول ايه مدى الاحتياج يعني. تمام، وده ده اللي هو بينعكس على حته الطلب. تمام، لان انا عندي احتياج هطلب، ما عنديش احتياج ايه مش هطلب. تمام، فخليها هنا على جنب، خلينا نشوف بقيه الشات. تمام، طيب المكسب بقى بعد عدد معين نفسه، ان نشاط تجاري يكسب بعد 3 شهور او 6 شهور او 3 سنين، وازاي اوصل للعميل الفكره دي، لان اي عميل عايز مكسب بالكتير بعد 6 شهور. تمام، بص هو هو فكره العميل او الشركه اللي محتاجه تكسب بعد 6 شهور على حسب هو البيزنس بتاعه بيقول ايه. ممكن يكون البيزنس بتاعه ما يستحملش ان هو يصرف لمده 3 سنين او 10 سنين او 3، يعني مش هقول يعني 10 سنين، مش هيستحمل يستنى 6 شهور علشان يبتدي يكسب. هو محتاج يكسب لان هو صرف ومش عامل، البيزنس نفسه قايم غلط، فاوريدي مش عامل انكم لنفسه. طب خلينا كده نقول ان المعدل الطبيعي ممكن يكون كام؟ المعدل الطبيعي ان انت تبتدي تدخل فلوس بعد 18 سنه، سوري بعد 18 شهر، بعد سنه ونص، سنه ونص 18 شهر كده، تبقى انت بدات ان انت فعلا، لو انت لسه جديد، لو انت لسه جديد، لسه سيرفيس نزله جديده، برودكت نزلت جديد، شركه لسه جديده، فانت الافريج بتاعك حوالي 18، حوالي 18 شهر. تمام، طب انت دلوقتي محتاج بعد 6 شهور، انت قايم البيزنس بتاعك على كده، نحاول بقى نكفر البيزنس على كده. لو ما عرفناش يبقى هنا في مشكله، او لازم يعني هنا البيزنس قايم على كده خلاص، هو البيزنس قايم على ان هو محتاج يكسب في خلال 6 شهور. طب فهنا يا اما تعلي راس المال بتاعك عشان يغطي معاك 18 سنه، او كانت بتاع ماركتنج لازم اتصرف واجيب له انكم واجيب له دخل في اقرب وقت ممكن عشان الشركه او المكان يقدر ايه يكمل، عشان الشركه او ايه المكان يقدر يكمل. طيب لو التكلفه متغيره ومع زياده سعر المنتج من المتوقع ان اخسر عملاء، اقدر اكنترول الموضوع ازاي مع العملاء؟ اقصد بالزياده، انا مش فاهم اقصد بالزياده دي يعني ايه، بس لو انا سعري عالي والناس مثبته فيا، او انا بلعب مع الناس لعبه غير السعر، فاوريدي الناس هتكون معايا والناس هتتفهم ان انا سعري عالي. حد من الناس، انا مش عارف هي معانا هنا ولا لا، بس هي اي ثينك ان هي معانا. ديانا مثلا بتشتغل في منتجات معينه، والمفروض ان هي عندها مره واحده كده، هي بتعتمد على الكواليتي. لما بتعتمد على الكواليتي هي المفروض ان هي المواد الخام اللي بتجيبها كلها غلت مره واحده، دخلت عيد المواد الخام كلها غلت. هي عملت ايه في الحته دي؟ بلغت العميل، قالت للعملاء يا جماعه انا المنتجات الاسعار غليت، طبعا بالطريقه اللي تتناسب مع العملاء بتوعها، المنتجات عندي غليت، والمنتجات عندي لما غليت انا مضطر اسفا احافظ على الكواليتي، وهابديت في الاسعار، وان شاء الله الدنيا تهدى هنرجع بالاسعار تاني. الناس تقبلت ده جدا والدنيا مشيت معاها يعني، او يعني هي قدرت تلعب اللعبه دي مع الناس. تمام، التكلفه بقت زياده عليا بالضعف واحيانا 3 اضعاف، يبقى انا لازما هنا اغير او اعمل فاريتي في المنتجات والموردين. حلك ان انت تشوف فاريتي في او موردين كتير مختلفين، او مواد خام بديله تعوض المواد الخام اللي غليت. تمام، وتشوف منتجات مختلفه، ما تعتمدش على منتج واحد، بيعتمد على ناس يعني، على حسب انت بتطلع مثلا المنتج بتاعك مثلا بالبلاستيك، حاول تشوف الكرتون. تمام، الخامه كرتون، بتطلع المنتج بتاعك مثلا مثلا بتعمل مثلا كيك شوكليت بتاع، بتصب فيه لبن، بتصب فيه ميه. تمام، يعني انت فاهم، لازم تلعب وتلاقي يا اما في الموردين، يا اما في المواد الخام، يا اما ان انت هتضطر تعلي السعر وتتعامل مع العملاء في هذا على هذا الاطار. تمام، وتقلل التكاليف من حته تانية، ممكن تقلل التكاليف مش شرط في البرودكت نفسه، ممكن تقلل التكاليف في عماله، تقلل التكاليف في شحن، تقلل التكاليف في الصرف كماركتنج، ممكن تقلل التكاليف من اي حته مختلفه. تمام، لكن حاول تسعر بما يتناسب معاك. طيب
لا ده نفتح المايك ده ديانا هنا وهتقول لنا القصة بقى وصلت لفين. تمام انا كده كده والله كنت هفتح المايك بس قلت لما نخلص شرح عشان بقية الناس تمسك الموضوع معايا. طيب ازاي انا كماركتير التكلفة بزيادة على زي ما قلنا. تمام ازاي انا كماركتير امنح او مش عارف انا ايه الكلمة دي مش عارف اقراها امنج ولا ايه ده ايه مش فاهم فكرة المكسب بعد 6 شهور في منافسة شرسة. بص يعني هنفهم دلوقتي يعني ايه منافسة شرسة. لا ما هو انا لازم ادرس السوق. انا بالنسبة لي السوق ماشي تمام ولا لا، يعني انا السوق بالنسبة لي ماشي تمام وهل السوق اصلا يتحمل ده ولا لا، لان احنا كنا بنحكي من دلوقتي او كنا بنقول زي ما احنا قلنا في البورد هنا انا لازم اشوف المرونة ولازم اشوف طبيعة السوق اللي انا فيه. تمام لازم اشوف ايه طبيعة السوق ايه اللي انا فيه ماشية ازاي وهل انا اقدر الكفر ده ولا لا. ما قدرتش وان الدنيا مختلفة اشوف تارجت اودينس مختلفين اقدر العب عليهم اشوف منتجات مختلفة او مكملة او بديلة اشوف ريسورسز مختلفة زي ما قلنا اشوف ايه فاريتي مختلفة. تمام ديانا ازيك المايك مفتوح لو انت حبيتي تخشي او اي حد بقى. تمام معاكي محمود وبالفعل زودت امبارح المنيو 50% ودي كانت اقل نسبه اقدر ارفعها. انا بس هركز اتجاه تسويق لاماكن اكتر. بالظبط عاش جدا يا دينا انا ديانا سوري. فانت فعلا لما توجهي ده حل تاني مختلف ان انا اوجه التسويق بتاعي لاماكن اكتر تنفع تتقبل الاسعار. فهنا هي بتلعب على شريحه مختلفه. تمام وده الذكاء ان انا عندي الاسعار هيت لان انا بلعب على الكواليتي. خلاص انا عندي شريحه تانيه هتاخد نفس الموضوع وهتقدر تاخد مني الكواليتي وتقدر تدفع للسعر بتاعي. تمام فده ذكاء ان انا اروح للتارجت اودينس مختلفين والتارجت اودينس اللي هيقدر يدفع لي هيدفع لي. وعلى فكره العميل اللي بيقدر او اللي بيقدر اللي بيقدر الكواليتي وبيقدر اللوياليتي بتاعتي هو فعلا فعلا هيجي يشتري مني مش هيستنى حتى لو السعر عالي وهو ضامني. فخلاص هو هنا هيلعب فعلا معايا لعبة ايه ان انا لازما لازم ايه لازم اشتري من ايه من الـ لازم اشتري من الراجل ده لان هو ده اللي مكسبني او ده اللي بالنسبة لي اقدر ان انا ايه العب عليه بشكل او سوري يعني اقدر اخد منه الكواليتي اللي انا محتاجها. تمام طيب خلينا نيجي نشوف حد عنده سؤال او في حد فاتح المايك تقريبا. انا معاك يا محمود. ازيك يا انا معاك. ديمو السلام عليكم. الحمد لله ازيك والله يا يا رب تكونوا كلكم بخير. انا بس من الحاجات اللي ان شاء الله يعني برضو هستخدمها الفتره اللي جايه ان انا هركز قوي على موضوع الكواليتي ده. انا عارفه ان انا عندي ميزه تنافسيه وعملائي اللي هم الدائمين هم اللي عارفين ان انا عندي الميزه التنافسيه دي، ولكن والميزه التنافسيه دي الحقيقه بقى ان هي اللي معليه الاسعار عندي عن باقي السوق، وانا متصالحه مع ده وبقول للعميل بتاعي ده خد بالك انا عندي كذا 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 مش موجود في السوق، ولكن انا محتاجه ان انا اعمل فوكس اكتر على الامر ده. فده اللي انا هشتغل عليه حاليا ان شاء الله في الاكشن بلان، ان انا هبتدي اظهر للقديم وللجديد ان انا عندي كذا 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 على اساسه معليه تمام بس. فدي ده زائد الاستهداف الاكبر اللي هو الافضل من ناحيه الاودينس نفسه. تمام يعني انا دلوقتي المفروض ان انا بشتغل على ان انا اروح لتارجت اودينس مختلفين وببين ان انا فعلا الكواليتي بتاعتي عاليه. يعني انا عندي كواليتي عاليه جدا جدا فقادر ان انا قادر ان انا امنح العميل بتاعي كل اللي هو محتاجه. تمام فدي من الحاجات برضو اللي انت بصراحه يعني حقيقي عليها ان انت قدرتي تعملي ده. واجهتي الموضوع وبدات تفهمي العملاء والعملاء تقبلت وبدات تروحي للكاستم او تروحي لتارجت اودينس مختلفين. فدي من الحاجات بصراحه يعني حاجات كويسه يعني ان شاء الله. بس في حاجة أنا حاولت أعملها، حاولت إن أنا أوفر بقى من ناحية التكلفة، إزاي إن أنا أروح لموردين أقل سعر، ولكن للأسف أنا ما نجحتش في ده لأن كل الأسعار تقريبا أصبحت متشابهة كله فكل الموردين، فأنا ما قدرتش إن أنا أنجح في الحتة دي بصراحة، فبالتالي ما قدرتش أزود المكسب بالنسبة. يعني انت المفروض يعني انت ما لقيتيش حد تاني ولا ما لقيتيش ولا كله نفس الاسعار ولا
يعني دورت وشفت موردين كتير، ولقيت ان كلهم تقريبا نفس الاسعار، ما لقيتش تكلفة اقل، ما لقيتش اسعار اقل، لقيت ان السوق كله عالي. ده بس طب الناس اللي هي بتبيع اصلا بسعر، يعني بسعر اقل منك، ده وضعهم عامل ازاي؟ يعني الناس اللي بتبيع بسعر هقول لك، بيلعبوا في الكواليتي بقى، ما بيشتغلوش شغل بيور، بيستخدموا بدائل غير صحية. أنا بستخدم أعلى حاجة، أعلى حاجة اللي هو بجد بجد هيلسي. في ناس بقى شغالة سيمي هيلسي بقى، اللي هو عارف أنت تخليط بقى وحاجات كده، ليها مداخل. يعني ممكن ان انا اخلي الوجبه تكلفتها الحقيقيه عليا سي مثلا سي 20 جنيه، وممكن اخليها 10 جنيه بس. بس انت كعميل مش هتفهم ده او مش هتحس بده، فاهم ازاي؟ بس الحقيقه ان هي بترجع للضمير، زي كل حاجه ما هي فيها ممكن تغشها وممكن تمشي فيها ستريت قوي. فهمت. ما هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه، او ده اللي احنا كنا لسه بقوله مع كان في حد هنا لسه بيسأل على الحتة دي، فاتكلمنا ان هو قلت له نفس تقريبا الكيس بتاعتي بشكل كامل، ان هو يقدر ان هو يلعب على حسب، هو برضو احنا زي ما حكينا كده في الاول، احنا على حسب انت قادر تلعب في اي حته، والاوبجكتيف بتاعتك رايحه فين، انت الاوبجكتيف بتاعتك رايحه فين، وقادر تلعب في ايه. انا يهمني الكواليتي قوي ومش هقرب منها، فخلاص دي حته انا بلعب فيها. يهمني ان انا ما اخسرش العملاء دول، فهضطر ان انا اروح لهم بنفس سعرهم واقلل في الكواليتي. طيب انا لو رحت للعميل واديته كواليتي اقل من اللي هو متعود عليها، طب ما هو هنا هيسيبني ويمشي. تمام. طيب انا مثلا لو انا رحت للعميل ومثلا قلت له، يعني زي ما انت لعبت اللعبه دي، هو انا بس كنت عايز اسالك على حاجه، رد فعل العملاء كان عامل ازاي؟ اتفضل. لما انت قلت لهم انا اعلي السعر علشان متعاطفين يعني، لا قبول، قال لك عند الاسعار كلها وده السوق كله و ماشي. بس على نظام البيع والشراء بقى بصراحة لسه ما شفتش ده. يعني انا لسه حاليا بعدل الاسعار وهبتدي اطرح الاسعار الجديدة رسميا من بكرة مفروض. بس ككلام العملاء كلهم متعاطفين معايا، واه عندك حق و بس ساعة الشراء أنا لسه ما اختبرتش ده بصراحة. تمام كويس. بس بصراحة أنا هقول لك، أنا استعدادا لده أنا هغير اللي يعني، حتى أنا ومروة إن شاء الله هنعمل بقى هسبونسر وحاجات كده للأماكن اللي هي مش هتفرق معاها السعر ده بقى أصلا. يعني كله يعتبر بالنسبة لهم برضو رخيص مش غالي. ما احنا هنا بنقول ان احنا بنلعب على بوكت اوف اودينس مختلفين. ان انا بروح بقى لشريحه بقى قادره ان هي تتعامل معايا في ايه، في الوضع ده. تمام. طيب خلينا كده نشوف. انا مش عارف الفكره وصلت لك ولا لا يا محمد. بس هو يعني زي ما احنا كلمنا كده، هي نفس الفكره، او نفس، انت ممكن تفتح المايك لو انت عايز، انا شايفك رافع ايدك لو انت. أنا كنت عايز أعرف بس إيه نوع المنتج اللي بتقدمه لينا، وجبة، سندوتش؟ هيلسي يعني، هي ممكن تشرح لك أكتر برضو، بس هي بتقدم هيلسي، وجبات هيلسي، هيلسي فود. هيلسي فود. هو ممكن النصيحة اللي أنا أقدر أديها لها، استأذنتني، اتفضل. أكيد اتفضل. حافظ على الجودة، وأعلى جودة ممكنة، ومع الوقت هي هتكون كلاينت ليست يتمنوا الجودة. مثال مثلا في مطعم أنا بتعامل معاه في محافظة ما، هو محافظ على الجودة، مش بس جودة المنتج بل مشاكل العميل مع الوجبة. زي مثلا عميل بيخش المطعم بيبقى عايز الوجبة تنزل له سخنة، حد يستقبله من الباب، مكان يكون لطيف هيقعد فيه ياكل، السيرفيس ده نازل له بروفيشنال بشكل معين ما بيقلش، حمامات المكان اكثر من رائعه، ما فيش مره او اثنين او ثلاثه او اربعه ازور المكان الا والاقي الجوده ثابته، ثبات الجوده العاليه اللي انت بتقدمها. اصبحت انا من ضمن الكلاينت ليست اللي كل ما انزل المحافظه دي لازم اروح نفس المكان، ما بغيروش ومش عايز اغامر، خصوصا لو معايا ضيوف. صح. بالنسبة لها هي هيلث فود، فأنت بتتكلم ناس بتدور على جودة وبتدور على قيم غذائية معينة، ونحط في حسباننا إن اللي بيستخدم النوع ده من الوجبات
بيفرق مع الطعم، بيفرق. وطبعا الطعم اللي مبني على خامات رخيصة غير الطعم اللي بيطلع من خامات تكون أصلية وما فيهاش لعب. فمع الوقت تأكدي إن الكلاينت ليست بتاعتك هتنمو وتحافظي عليها بالجودة دايما. المطعم ده مش عايز أقول لك هو وصل لمرحلة إن هو ما بيعملش دعاية، لو عمل دعاية هتجيله كباستي أكتر ما يقدر إنه يخدم. ذكاء بصراحه. انا بحب الناس يعني اللي هي بتحافظ على موضوع الكباسيتي ده. الناس لا لا يلا هات زباين كتير وكده، بس بصراحه في ناس قليله جدا اللي بتقدر ان هي تكنترول على الكلام ده، تبقى لا انا ليا كباسيتي معينه فانا احافظ عليها عشان احافظ على التور. وانس ان انا مثلا الكباسيتي بتاعتي عالت، الكواليتي قلت، خسرت ولا حافظت على دور ولا حافظت على دور. ده حصل فعلا في مطعم منافس تاني، ده كان ده مطعم بيقدم اكلات مصريه، وفي مطعم تاني برضه بيقدم بس اكلات مصريه العاديه احنا عارفينها، وفي مطعم تاني كان متخصص في الاسماك، وكان اول ما فتح كجوده مطعم اسماك كانت رائعه بالشكل اللي احنا متعودين عليه. وبعدين لما كباستي زادت ومستمر في الاعلانات ومستمر بيجيب منتجات كويسه، انما الخدمه بقت صعبة، الحاجة بتيجي باردة، لما تروح في عميل يروح ما يلاقيش مكان يمشي، خصوصا لو معاك ضيوف، فابتدى بقى عنده عنده حجم زيادة في الطلب بيجي له وبيمشي، وبيمشي معاه الايه؟ السمعة السيئة. تعرف واحد بيوصل ل 10 وواحد بيوصل لواحد يبقى تمام، لو واحد يعني مبسوط. صح فانت حافظ على الجودة، حافظ على الجودة. تمام تمام طيب يعني مش عارف منى، انت تقريبا عايز تقولي حاجة. شايف ان انت مش عارف تلغي السلام التارجت. عليكم. ازيك يا منى، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، ازيك يا محمود؟ هو الصوت بعيد بس. طيب كده كويس. تمام. هو انا كنت بقول لديانا بعد اذنك يعني انها تغير التارجت وتشوف اماكن فيها بتقدم نفس الخدمه بتاعتها، وتشوف الديموغرافيك بتاع المكان، وتستهدف المكان ده وتلعب على الفاليو، واهم حاجه الفيدباك بتوع العملاء بتوعها اللي اخذوا الخدمه قبل كده. تمام صح. تمام. انا بس عندي سؤال معلش، فضولي يا منى، انت قصدك في اتفضل. الست شهور ده موضوع الساعات صح؟ لا قصدي ان لا انا بتكلم على البروجكت ده صح ولا البروجكت على ايه؟ معلش الصوت مش موضوع واضح. الست شهور ده، بنتكلم في البروجكت بتاع كل مرة بتاع الست بتاع الساعات، ولا ده بروجكت تاني اصلا؟ لا ده اللي هو كلمتك عنه آخر مرة صوت. اوكي تمام تمام اللي هو انفس. تمام انا بس كنت بفكر اللي هو التاني، فانا قلت ايه لا أنا حبيت آخد فكرة عامة عن الموضوع كده، فكان في حد بيزنس كونسلتنت فكان بيقول لي إن هو يعني كنت استفدت مع شرح منه كده إن هو البيزنس بيختلف على حسب اللي حسيته في السوق. ممكن المكسب يبقى بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد 3 سنين، بعد كده. بس في عملاء بتدخل كSEO او كماركت كده، في عملاء بيبقى داخل عايز يعني اكتر حاجه الSEO عايزها بعد 6 شهور، فده انا مش هيقبل فكره ان ما بص اصلا هقول لك على حاجه، احنا موضوع البيزنس واحنا بتاعه كده. لو احنا بنتكلم في موضوع الاس اي او ده، فده ده اصلا موضوع تاني، يعني احنا كده دخلنا في موضوع تاني، احنا بنتكلم في التسعير وطريقه البيع، انما موضوع الاس اي او ده بيعتمد على الاستراتيجي، او من ضمن الحاجات اللي بنعتمد عليها في استراتيجي الزيرو بادجت على اللونج تيرم. احنا بصي هقول لك على حاجه برضو، البورد اللي احنا كتبناها دي هتلاقي فيها كل، لو انت هتلاقي فيها الحمد لله كل حاجه، يعني احنا هنا اعتقد اتكلمنا على اللونج تيرم، وعلى اهو زي ما قلنا عايز اكسب على المدى الطويل ولا على المدى البعيد. هو لو عايز يكسب على المدى القريب ودي المفروض المدى الطويل او القريب، يعني هنا دي غلط تمام، المفروض المدى الطويل او المدى القريب. انا لو عايز اكسب على المدى القريب فانا المفروض هلعب على الجزء اللي ليه علاقه بالحاجات اللي مدفوعه اللي توصلني بسرعه.
تمام، لو انا عايز اكسب على المدى القريب. انما لو انا بقى يعني مثلا انا عندي مثلا هناخد مثال، عندي جوجل اد وعندي اي سي او، عايز اكسب قريب فاشتغل جوجل اد، عايز اكسب بعيد اشتغل اي سي او، عايز تلعب على الاثنين اشتغل الاثنين مع بعض. ما هي تولز وبتوصلني. انا يعني جعان هاكل مش جعان هشرب، لو انا عطشان هشرب مش هاكل، لو انا جعان وعطشان هشرب واكل، هي نفس الفكره. تمام، فانت يعني اتعلمي او اتكلمي في المين بوينت دي، ان هو انا بلعب على الايه، بلعب على الجزء اللي ليه علاقه. لو على المدى الطويل فاحنا بنتكلم في اه في اي سي او، لو على المدى البعيد فانا بتكلم كده ايه في حته تانيه ليها علاقه بالاي سي او، قصدي بالجوجل اد بقى والقصص دي. فانا بلعب على ايه؟ فاقول له انت بتدور على المدى الطويل، فخلاص احنا كده بنلعب باستراتيجيه مختلفه. زي بالظبط كده كاني نازل ماتش كوره، كرة قدم وجايب باسكت سلة، فده ملوش علاقة بده. يعني بحاول أوضح اوكي بس لكم. هو البيزنس بتاعه نفسه مش سهل ان هو يكسب. ما هو أقول لك، هو بص خلينا برضو متفقين إن إحنا دايماً بنتكلم على حسب طبيعة البيزنس، برضو طبيعة البيزنس بتقول إيه؟ ولازم أنا أركب الأمور على بعضها. يعني أنا دلوقتي المفروض بلعب على بيزنس معين، بص اشوف البيزنس والتكاليف اللي بيشتغلها ومحتاج ايه وحاطط يعني لازم. بص زي ما احنا فاكره لما كنا بنتكلم قبل كده وقلنا في 3 مراحل كده بنحطهم في حسباننا، في 3 مراحل بنحطهم في حسباننا لو احنا المفروض هنلعب على اي لعبه في الماركتنج. اي لعبه في الماركتنج لازم بنلعب على الايه، الاناليسز، تمام، وبنلعب على الاستراتيجي، تمام، وبنلعب على الاكشن. تمام، الثلاثه دول حسبانهم فين؟ انا دلوقتي لو انا هلعب حتى في يعني في التسعير، حتى اه في التسعير، انت دلوقتي الاناليسيس بتاعك بتقول ايه؟ انت محتاج توصل لايه؟ والله انا محتاج اوصل في ان انا العب على ان انا اوصل في وقت معين. طب الاناليسيس بتاعتك بتقول ايه؟ الاستراتيجي بتاعتك بتقول ايه؟ والاكشن اللي هننفذه ايه؟ وبناء على ده نبني، سواء بقى بنبني تسعير، بنبني براندنج، بنبني ديجيتال، بنبني اي سي او، بنبني كونتنت، بنبني ميديا بلاينج، بنبني ايا كان اللي بنعمل لوياليتي، ايا كان اللي بنعمله ايه، الاناليسيز والارقام بتقول ايه، ونبني عليها استراتيجي ونمشي اكشن. انما انا مش باي لوك كده في خلال 6 شهور عايز اوصل اي سي او. طب ما انت بتلعب في انهي نيتش اصلا؟ لو احنا بقى دخلنا في حته الاي سي او كان بتلعب في انهي نيتش، والنيتش ده المنافسه عليه عامله ازاي، وقصص تانيه. تمام، فلا يعني هاو ماتش، يعني ده ملوش دعوه بده. تمام، طيب في عندي كام سؤال بس بره الزوم ماشي اوكي. بتاع النهارده. اوكي، في كان حد بيتكلم معايا على شغله كده، فكان بيسألني على استهدافي في الريال استيت، على ايه؟ استهدافي في الريال استيت تمام البلاتفورم اللي انا بستخدمها. تمام فانا اتكلمت معاه على اساس ان هو افضل حاجه اليوتيوب وجوجل، الفيسبوك صعب ان احنا نلاقي عملاء تاخد مننا بأقل حاجة 6 مليون 7 مليون، لأن هو كان فيلن. فبيقول لي لأ، يبقى أنت كده غلط ومش غلط، ده أنا أكتر ناس بتجيني من فيسبوك. بص هقول لك على حاجه تانية، احنا بنلعب باستراتيجيز مختلفه في حته الامبلمنتيشن. احنا برضو قلنا من الاساسيات ان انا عندي لو بشتغل في الماركتنج او في الديجيتال، الديجيتال بالنسبه لي هي مرحله امبلمنتيشن، مرحله تنفيذ. فانا دلوقتي في مرحله التنفيذ كل واحد بينفذ بطريقته، كل كوتش بينزل يلعب بالاستراتيجي بتاعته، فهو الاستراتيجي بتاعته بيلعب على فيسبوك ويقدر يجيب منها ليدز باسعار كويسه، واي نوت العب. تمام، وهات انا طريقتي كده، فده مش معناه ان هو غلط ولا معناه ان انت غلط، كل واحد بيلعب بطريقته، واللي يقدر يجيب ريفينيو بشكل عالي بكوست قليل يبقى هو الكسبان. تمام، فالعمليه عمليه ارقام. انا لو بلعب بجوجل وبجيب ارقام احسن من فيسبوك، لو بلعب بتيك توك في الريال استيت وبجيب بارقام قليله فانا احسن من اللي شغال جوجل. تمام، فالفكره مش جايب العميل منين، الفكره في ان هو ده العميل وهو ده اللي عايز يشتري، ده المنتج وهي دي النيت وهو ده الماركت، خلاص ليه ما اشتغلش؟ فعادي يعني هي الفكره مش مين صح، هي الفكره ان كل واحد بيشتغل بالاستراتيجي بتاعته. تمام اوكي اه تمام، مش تمام خلاص مش تمام. طيب في الكومبيتيتور، لا انا لما بعمل اس اي ام او اس اي او،
او في السوشيال ميديا. تمام. النقاط اكتر النقاط اللي كل حاجه النقاط اللي انا بدور فيها على الكمبيوتر بتاعتي. النقط اللي انا بدور عليها ايه؟ النقاط اللي اهتم بيها في السوشيال ميديا. تمام. إيه وايه اللي اهتم بيها في جوجل اد وايه هي في الاي سي او. في مشروع معين ولا في ولا في ولا بشكل عام؟ بشكل عام. مش لا هو بشكل عام دي لو انا بتكلم من ناحيه بروجكت معين فعلى حسب الاودينس بتوعه موجودين فين والماركت بتاع الديجيتال بتاع الديجيتال او الكومبيتيتورز بتوعي بيلعبوا فين. تمام. دي لو على حسب البروجكت او اللي انا بشتغل عليه. لو على حسب انا كشخص فانا بلعب على حسب هل انا هشتغل كديجيتال ماركتنج في بلاتفورم معينه، البلاتفورم دي تبع انهي تخصص. يعني انا لو شغال اي سي او فانا لازم اكون انترستد قوي قوي بجوجل وجوجل سيرش واليوتيوب والكلام ده. تمام. طيب لو انا بشتغل مثلا ميديا بينج او انا ميديا باير فانا هبقى انترستد بكل البلاتفورمز اللي بتشتغل ادز. تمام. على حسب الماركت اللي انا بلعب فيه. طب لو انا بشتغل كونتنت فانا لازم أنا اكون بعرف اشتغل على البوك على النيوزليتر اشتغل على البوستز اشتغل على يعني فاهمه. فهو على حسب انا فاهمه ده. انا قصدي النقاط اللي هي اكتر النقاط اللي تخليني اتفهم الكومبيتيتور بتاعي في كل البلاتفورم من دول. اكتر النقط اللي تخليني افهم الكومبيتيتور بتوعي. حلو جدا. اول حاجه الكونتنت اللي بيعملوه، تاني حاجه الاوفرز اللي بيقدموها، تالت حاجه البلاتفورمز اللي بيعملوا عليها اعلانات، رابع حاجه الكوبيز اللي بيكتبوها في الاعلانات. يعني هو دلوقتي بيقدم سيرفيس معينه، السيرفيس دي بيعلن عنها ازاي، بيتكلم الاودينس ازاي، وايه السيرفيس اللي بيعلن عنها بانهي اوفرز. فانا كده هفهم الاستراتيجي اللي هو بيلعب فيها بشكل كامل. طيب في حاجة أنت برضو بعتها لي في شيت كنت أخذة من عند حضرتك عن الباك لينك، فكان في إن أنا أجيب جوجل المتابعين بتوع جوجل بتوع وبتوع بلاتفورم، فدي أنا معرفتش أجيبها. دي لو إيه تاني كده؟ كان في شيت أنا أخذته من عند حضرتك في باك لينك. انا مش سامع معلش. في شيت انت خدتيه من عندي؟ ماله بقى؟ عن الباك لينك. عن الباك لينك ماله؟ في حاجه اخر فيديو فيه كان المفروض ان انا اجيب الاستهداف عدد العملاء على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى على كل البلاتفورم وعلى جوجل بتوع الماركت ده بتوع المنافسين. تمام. فدي انا ما عرفتش اجيبها. يعني انت محتاجه تجيب اللينكس. بص هقول لك على حاجه، احيانا في الباك لينكس في كومبيتيتورز بيعتمدوا على ان هم يعملوا كونفرجن على الويب سايت من السوشيال ميديا بلاتفورم. تمام. السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعتهم، يعني مثلا بينزل على البلاتفورم ويقول له مثلا لو انت محتاج تشتري او تعرف اكتر عن المنتج ده روح على الويب سايت، وبيعمل له كونفرجن على الويب سايت، فهنا هو بيعمل ترافيك على الويب سايت، فده بالنسبه له لينك. تمام. او ده بالنسبه له باك لينك. طيب احيانا مثلا لو انا منزل مثلا عند مثلا ماركت معين او منزل عند سوق معين، فمثلا انا بنزل منتجات فنزلت مثلا عند عميل جديد او حد بيبيع، لو انا ببيع مثلا هدايا حلو، ونزلت في اكتر من بوتيك وفي ثلاثه بوتيك منهم عندهم سوشيال ميديا بلاتفورم قويه، فبخليهم ان هم يحطوا اللينك بتاعي عندهم بتاع الويب سايت عشان وانا ببيع اونلاين يجيبوا لي كونفرجن من الناس دي. فده اللي انا ممكن بعتمد عليه في حته الباك لينكس. فانا لو بنافس معاه فانا اشوف نفس القصه واشوف الريسورسز بتاعته. ممكن تكون موجوده في اندستريز ممكن ما تكونش موجوده، ممكن تكون موجوده عند كومبيتيتورز ممكن ما تكونش موجوده. طيب لو الاندستري ما فيهوش انترنت وما الاندستري ما فيهوش انفلونسرز؟ ما فيش حد مميز فيه او مش مشهور لدرجه ان يبقى فيه انفلونسر. بشوف بص، اولا الانفلونسر مش لازم انا اروح للناس الكبيره، انا الانفلونسر معايا من لحد ماكسيمم 100,000. لو انا بلعب في النيتس اللي انا عارف النيتس بتشتغل فيها العاديه مش النيتس الكبيره، حتى النيتس الكبيره
احنا 100 يعني ماكسيمم 100,000، ده الانفلونسر كرقم عشان بس نتكلم في حته الشهره دي اول نقطه. تاني نقطه لازم اكون بتكلم في حته الكاتيجوري مش في حته السيرفيس نفسها. يعني مثلا لو انا مثلا حد بتكلم مثلا بكتب روايه او قصه، مش لازم انا اروح لحد بيتكلم في القصص، ممكن اكون اروح لحد هو مثقف وبيقرا، تمام؟ لو انا مثلا ببيع حاجه مثلا ليه علاقه بالرفاهيات، فممكن اروح لحد ليه علاقه بالرفاهيات، سواء بيتكلم عن نوادي، بيتكلم عن جيمز، بيتكلم عن، فبنشتغل دايما مع الانفلونسر لو هو مش في نفس مش بيبيع نفس المنتج او مش بيتكلم عن نفس الكومبيتيتورز، فانا بلعب على بلعب على الجزء اللي ليه علاقه بايه؟ بالكاتيجوري نفسها. تمام؟ تمام. طيب في حد كان قال لي برضو في الباك لينك ان انا بشوف الدومين، لو الدومين ان هو الدومين اثوريتي والبيج اثوريتي البي اي والدي اي، الدومين بتاعهم واقع، فهو ودور لو دورت على المواقع اللي هي خاصه بالدومين ولقيت متاح للبيع ان انا اشتري، ويتحسب لو كان المنافس بيكون واخد عنده باك لينك، فبيتحسب لي ان انا واخده باك لينك، باك لينك عند المنافس بتاعي. يعني مثلا هو منافس فانا خدت الدومين بتاعه وشغلته وعملت عليه باك لينك، فكده بيتحسب ايه؟ مش فاهم. المنافس بتاعي حاطط لينك على موقع، الموقع ده انا بحثت عنه لقيت ان الدومين ده زي كده واقع، هو انا مش مجمعه بالظبط يعني التعبير بتاعه، فهو ان انا ممكن اشتري الدومين ده واضمه للموقع بتاعي، فيتحسب لي ان انا اخد باك لينك عند المنافس بتاعي. بس انا مش فاهم، بس انا اللي واصل لي ان انت هتحط المنافس، انت جبتي الباك لينك وحطيتيه عند المنافس، او مثلا المنافس عامل صفحه باك لينكس وحاطط فيها لينكات معينه، فانت رحتي حطيتي هناك اللينكات بتاعتك، صح؟ لا، انا هو فاهم. حطه على موقع، هو حطه على موقع فانت رحتي حطيتي هناك، لا، والموقع اللي هو حطه عليه ده خلاص انت بقى اشتريتيه. اشتريته. فروحت حط عليه الباك لينك بتاعك، فكده اتحسب لك ان انت حاطه. لا، ضميته ضميتيه الموقع ليك. بتاعي. فيتحسب بصي لي هقول ان لك انا على حاجه، عامله بغض موقع عند النظر، المنافس. بصي هقول لك على حاجه، بغض النظر عن القصه دي كلها، تمام؟ اللي بيحكم في الموضوع ده البيج اثوريتي والدومين اثوريتي. الدومين قوي حلو، البيج قويه حلو، ده الدومين والبيج وحشين، تمام؟ يبقى ده مش احسن حاجه. طب بنحسبها ازاي من 1 ل 100؟ وبنشتغل على تولز موز او اي تولز بتحسب البيج اثوريتي والدومين اثوريتي، ونشوف هما الريت بتاعهم قد ايه. اخر سؤال بقى، معلش. تمام. في ابديت على فيسبوك في الاعلانات استهداف البي تو بي، انا بستهدف البيزنس وكده، تمام. ده بشكل عام هو ابديت جديد، فانا لو استخدمته هينفع معايا في اي بيزنس استخدمه ولا لسه مجرد تيست؟ بص، هو لسه مجرد تيست، ودايما في التيست بيبقى الظبط احسن، تمام؟ واحيانا بيكون التيست بيبقى ابديت من البنيله، ويعني بيبقى رخم وما بيجيبناش اي نتائج وبيبوظ الدنيا، فهينزل او هنشتغل عليه وهنتيست وهنشوف، على حسب ممكن ينفع في اندستري، ممكن ما ينفع. يعني موضوع الادز دي بيعتمد دايما على، او انا ببنيه شخصيا على حاجتين، تيست وسكيلينج، تيست وسكيلينج بس. يعني انا عندي حاجه معينه هجربها، نجحت هعمل لها سكيلينج واوسعها، وحشه مش هستخدمها تاني الا بقى لو اندستري تانية او تستاف حته تانية. تمام، تمام. شكرا، ومعلش انا اسفه، عارفه ان انا ازعجتك لا 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 وصعبتك ولا عليك. يهمك، انا كويس انت بتحوشيه عشان بلاقي الميل مليان قد كده، فده كده احسن. طيب تمام، اوكي، بس انت انزل لنا بقى كل جمعه. ما هو باذن الله كل جمعه، وباذن الله كل يوم اثنين ان شاء الله، كمان يوم الاثنين هنكون موجودين على الكلاب هاوس، خلاص يعني ان شاء الله. بس اذنك نخليها الساعه 10. ما بص، الساعة 10 صعب لأن أنا مش بترجم، أو يعني الناس اللي بتقعد معانا في الرومز مش من مصر بس، فالتوقيت بالنسبة لهم بيبقى صعب لا، قوي. أنا قصدي الجمعة، قصدي الجمعة، الجمعة. ما هو يعني إحنا دلوقتي كان معانا حد، تمام، بعت لي مسج، لو أنت هتشوفها في الشات، أنا يا جماعة الوقت عندي اتأخر جدا فأنا هستأذنكم وهمشي، فمشي، تمام. فهو كان نفسه يكمل ما قدرش،
فهي نفس الفكره. فاحنا اصلا تسعه دي بعد شهور تجارب، فكده كده انا عارف عشان العيشه وكده، فانت لا ممكن تقدري تصلي وتيجي بسرعه يعني، تمام؟ وكده كده الموضوع ريكوردد، هبقى يعني ممكن تشوفي الحته الصغيره اللي فاتتك. شكرا جدا تمام، محمد. وهنحاول برضو في موضوع 10 ده لو نفعت. حاضر، لا اوكي خلاص مفيش مشاكل، انا ماشي، هيفوتني هشوف الريبورت. شكرا. تمام، العفو. خلاص بإذن الله، يعني انبسطت جدا بصراحة من كل الناس اللي حضرت النهاردة، ويبقى لنا كتير أصلا ما قعدناش مع بعض ولا اتكلمنا يعني ما شرحناش كده. فإن شاء الله بقى زي ما قعدنا، إن شاء الله زي ما كنا، كل يوم جمعة الساعة 9 وكل يوم اثنين على كلوب هاوس الساعة 9، وهنفوت على حاجة تانية ونتكلم فيها، وإن شاء الله أشوفكم على خير يوم الجمعة الجاي. تصبحوا على خير.